الدكتور إبراهيم الجعفري يؤكد للأمم المتحدة ضرورة استكمال الانتصارات عبر الشروع بمرحلة الإعمار والبناء. بعد الأنبار وديالة، حمى شراء بطاقة الناخبين تنتقل إلى نينوى، ومخاوف التزوير تعم المحافظات الغربية. للمرة الثالثة تواليا، مجلس محافظة النجف يرفض تسليم المطار الدولي للمدير المكلف من قبل العبادي. لتأمين زيارة الكاظمية الداخلية تبدأ بتطبيق الخطط الخاصة، والمرور تعلن قطع طرق عدة في بغداد. انتهى داعش وافتتح طريق البناء والإعمار، ذلك الطريق الذي قص شريط افتتاحه أبناء العراق الغيارة في ساحات المعارك. فحق على الدبلوماسية العراقية أن تنقل صورة العراق الجديدة بعد الانتصارات التي أظهرت العراق بصورة جديدة في عيون العالم عامة والأمم المتحدة خاصة، والتي شددت على إعادة إعمار المدن بعدما تعرضت له من دمار الإرهاب. المرحلة الجديدة على حدود مستقبل متوتر نسبيا، فالانتخابات يمكن أن تسير دون معرقلات فيما لو خلت الساحة من الفاسدين والانتهازيين. فمقابل كل مصلح يدعو إلى التغيير نحو الأفضل، يتواجد فاسد يستغل فقر المواطن وفاقته ويشتري الذمم لأغراض انتخابية، وإلى الطريق المغلقة بوجه الإرهابيين والمخربين ضمن الخطة الأمنية لتأمين الزيارة. هناك حيث يسير الملايين نحو سجن مظلم أصبح مزارا عظيما وقبلة لقلوب العاشقين، حتى يومنا هذا يسمع منه رنين السلاسل التي قيدت ذلك السجين ولم تقيد فكره ونوره. الكاظمية المقدسة تفتح أبوابها لاستقبال الزائرين في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. إلى تفصيلات النشرة، أهلا بكم. أكد الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية أن العراق نجح في تحقيق الانتصارات ضد إرهابي داعش بفضل وحدة مكونات المجتمع ودعم الدول الصديقة. الدكتور الجعفري خلال لقائه نائب الأمين العام للأمم المتحدة ميغيل دي سيربيا شدد على ضرورة استكمال الانتصارات من خلال إعادة إعمار المدن، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود لدعم البلدان التي تتعرض للإرهاب لمنع انتشاره والقضاء عليه. من جانبه أكد سوريس أن جهود الأمم المتحدة تصب في تقديم داعش للعدالة ومساعدة العراق بإعادة إعمار المدن. بهدف الاستعداد للمرحلة الانتخابية، عقدت الهيئة التنفيذية لتيار الإصلاح الوطني في محافظة واسط اجتماعا موسعا مع كوادر وأعضاء ولجان التيار لبحث أهمية حث الناخبين للمشاركة الواسعة بالانتخابات وأحداث التغيير للقضاء على المحاصصة والفساد. لمناقشة الاستعدادات للمرحلة الانتخابية المقبلة وأحداث التغييرات المطلوبة في العملية السياسية، عقدت الهيئة التنفيذية لتيار الإصلاح الوطني اجتماعا موسعا مع كوادر وأعضاء ولجان التيار في محافظة واسط للقضاء على المحاصصة والفساد وبناء دولة المواطنة. ضمن الجولة الذي يقوم بها مكتب الهيئة التنفيذية لتيار الإصلاح الوطني في العراق، اليوم زيارة محافظة واسط واللقاء بكوادر لتيار الإصلاح الوطني في هذه المحافظة ومناقشة الاستعدادات المرحلة القادمة في الانتخابات، وكذلك وضع خطة انتخابية لدعم مرشحنا في هذه المحافظة، وذلك اللقاءات متعددة بين أطياف المجتمع الواسطي. اليوم نحن في مدينة واسط ودعما لمرشحينا ولمرشحنا ولكوادرنا في مكتب واسط، نتمنى من كل أبناء واسط أن يتجهوا نحو الأكفأ ونحو الأفضل ونحو الأنزه. مناقشة المشهد السياسي وآلية الانتخابات المقبلة من أجل تغيير الوجوه الحالية،
وعدم انتخاب المفسدين الذين لم يقدموا شيئا طيلة الفترة الماضية سوى الخراب والدمار وانعدام البنى التحتية، ليبقى القرار النهائي بيد المواطن واختيار شخصيات جديدة قادرة على التغيير. وكان لنا لقاء مع مرشحنا لانتخابات مجلس النواب القادم الأستاذ عبد حسن فرج القريشي، وأكدنا خلال وأكد الوفد الزائر خلال هذه الزيارة إلى ضرورة التحشيد الجماهيري والانتخاب وحث الناس على المشاركة في الانتخابات. كان اللقاء اليوم لقاء مثمر، اللقاء بالجمهور وحثهم على الخروج للانتخابات وعدم مقاطعة الانتخابات لما يأتي هذه المقاطعة بالضرر على الشعب العراقي. حقيقة أكدنا على أنه العراق مقبل على مرحلة مفصلية في هذه الانتخابات للتغيير نحو الأصلح واختيار الصالحين لقيادة البلد. حث المواطن على اختيار الأكفأ لأن المفتاح بيده لا بيد من يحاول استغلاله بأساليب باتت مفضوحة، كانت أبرز محاور هذا اللقاء. الحث على المشاركة الفاعلة بالانتخابات البرلمانية المقبلة والتصويت على اختيار الأصلح واستثمار الفرصة للتغيير. بهاء الزهير، قناة بلادي، محافظة واسط. نعم مشاهدينا الكرام، معنا الآن مباشرة بالصوت والصورة من النجف الأشرف علي عزوز مدير مكتب تيار الإصلاح الوطني في المحافظة. أهلا بك أستاذ علي. بداية، نحن نعرف أن المحاصصة والفساد أثرا سلبا على بناء الدولة من خلال المرحلة الماضية، ما هي أبرز الآليات التي وضعها تيار الإصلاح الوطني للقضاء على هذه الظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة بلاد الفضائية. تحية لك. حقيقة عندما نتحدث عن الفساد فإننا نتحدث عن يعني حقيقة دولة بنيت على الترهل. خلال الفترة السابقة الفساد يأتي من قلة العمل أو الأداء الحكومي الذي حصل بالفترة السابقة. اليوم الكل يسعى جاهدا إن شاء الله لمحاربة هذه الآفة. حقيقة اليوم بقدر ما حققت قواتنا الأمنية والحشد الشعبي الانتصارات على فلول داعش، اليوم يجب أن تكون هنالك أيضا هجمة يعني على جانب الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة. حقيقة هذا ناتج عن غياب المساءلة، أو حقيقة نقول من أمن العقاب أساء الأدب. اليوم عندما نتكلم عن الفساد يجب أن نتكلم عن الرادع الذي يجب أن تتخذه الدولة تجاه المفسدين الذين عاثوا في البلد حقيقة ودمروا اقتصاد البلد. الكل يعلم خطورة المرحلة القادمة، الكل يسعى إن شاء الله لاختيار الشخصيات الكفوءة، الشخصيات التي إن شاء الله تكون يدها نظيفة وتسعى جاهدا لاستثمار إمكانيات الدولة المادية البشرية الاقتصادية للنهوض بالبلد إن شاء الله لبر الأمان. هذا بشكل عام، لكن نتحدث الآن عن النجف الأشرف، محافظة حال بقية المحافظات تعاني ترديا بالخدمات إهمالا واضحا. هل بدأتم العمل بعد تشخيص مكامن الخلل في المحافظة؟ نعم، يعني حقيقة محافظة النجف الأشرف لا تختلف عن باقي المحافظات. المحاصصة هي قصمت ظهر الدولة في هذه المرحلة، البحث عن المنافع الشخصية المنافع الحزبية حقيقة أثر تأثيرا سلبيا على أداء مؤسسات الدولة. تردي الخدمات هو ناتج عن هذه الأعمال. اليوم المواطن استشعر إن شاء الله ويعني وجد إن شاء الله يعني نفسه ملزما في محاربة هذه الآفة وخاصة المحاصصة الحزبية. اختيار الشخصيات التي هدفها الأساس هو خدمة البلد أو الابتعاد عن المحاصصة الحزبية، ويعني شعارها الأول إن شاء الله هو يكون خدمة المواطن. أستاذ علي، الانتخابات اقتربت، كيف وجدتم رغبة الجماهير في الانتخابات وأنتم جهودكم في هذا المضمار؟ نعم،
يعني حقيقة اليوم يعني المواطن يعني استشعر خطورة المرحلة من خلال هذه ونتيجة لهذه وترتب عليها هي أولا المشاركة في الانتخابات. كل اللقاءات اللي يعني أجريناها مع كل طرف يعني قضية ونواحي المحافظة المواطن يعني يستشعر خطورة المرحلة، لذلك هو ملزم أولا في المشاركة بالعملية الانتخابية. اليوم حقيقة يعني من خلال تواصلنا مع مكتب انتخابات المحافظة أو مكتب مفوضية انتخابات المحافظة، اليوم نلاحظ أرقام جيدة في نسبة تحديث سجلات الناخبين وكذلك المشاركة في العملية الانتخابية. إن شاء الله يعني المرحلة القادمة سوف تكون أفضل من خلال الشخصيات التي حقيقة قدمت نفسها في للبرلمان القادم إن شاء الله. أحسنتم. معالي عزوز مدير مكتب تيار الإصلاح الوطني في النجف الأشرف، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صعوبة اختراق أجهزة عد وفرز أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة. المتحدث باسم المفوضية حازم الرديني أوضح أن الجميع يتوقع حدوث اختراق الأجهزة التابعة للعد والفرز وأن هناك تزوير بالانتخابات، إلا أن المعطيات تشير إلى استحالة حدوث ذلك بسبب ما تتمتع به الأجهزة من دقة وسرية كبيرة وتشفير محكم للبيانات، مبينا أن الأجهزة المستخدمة في عملية الفرز ستنقل البيانات بشكل مشفر وعبر قمر صناعي خاص. اتهمت النائبة عن محافظة نينوى جميل العبيدي قوائم انتخابية باستخدام المال السياسي لمساومة المواطنين. العبيدي أكدت أن الأموال تستخدم بشكل غير مسبوق من أجل التأثير على إرادة الناخب، ما ينعكس على العملية السياسية برمتها، مبينة أن الأحداث التي مرت بها نينوى رفعت نسبة الفقر وجعلت المواطن فريسة سهلة لبعض الكتل السياسية التي تعمل على استغلال الظروف. مع اقتراب موعد الانتخابات بدأت الأحزاب السياسية في محافظة الأنبار بتجنيد سماسرتها بهدف تضليل إرادة الناخبين. أوساط شعبية جددت رفضها اختيار الوجوه السابقة، فيما أكدت المفوضية وجود عزوف واضح في تحديث سجل الناخبين. سماسرة الانتخابات اسم بدأ يتردد كثيرا بين الأوساط الشعبية، أشخاص جندتهم أحزاب فشلت في المرحلة السابقة وتحاول تضليل الناخبين بشراء بطاقاتهم الانتخابية والتأثير على إرادة المواطن بالتغيير وإبعاد الفاسدين الذين كان لهم الدور الكبير في دخول داعش وتدمير المحافظة. موضوع السماسرة موضوع جدا خطير، ولاحظنا بالآونة الأخيرة هناك بعض السياسيين اللي فشلوا بالمراحل السابقة اتخذوا طريقة السماسرة اللي يسيسون بطاقاتهم دعمهم، ودعم جدا سفيه، ويعرفون انه الشعب الانباري خصوصا هسه والله شعب فقير، ناس بسطاء بكلمة واحدة يضحكون عليهم. طبعا اكو ظاهرة ما شاء الله نزلت عندنا هسه فترة انتخابات، الأحزاب السياسية قام يستغلون المواطنين بشراء أصواتهم الانتخابية. يعني هسه أبو الحزب اللي مرشح للانتخابات قام يروح على المناطق اللي بيها فقراء وبيها أرامل وبيها مطلقات وبيها ناس ما عندهم سبل عيش، أن يغريهم بمبلغ من المال على مود ينتخبه. فاحنا نقول للمواطن نقول له يابا انت اذا اجى اشترى صوتك ب 50,000 باكر راح يبيعك بابخس ثمن، ونفسه هو اللي هجرنا بالدوره السابقه اذا انتخبته بالدوره القادمه هو اللي راح يهجرنا وبعد ما نرجع للديره. مفوضيه انتخابات الانبار من جهتها اكدت استمرارها بمراقبه الشان الانتخابي ورصد المخالفات التي تحدث قبيل موعد انطلاق الحملات الانتخابيه، مشيره الى ان نسبه الاقبال لتحديث سجلات الناخبين لم تصل الى المستوى المطلوب، مما يؤكد عزوف المواطنين من المشاركة في الانتخابات. هناك تحديات كثيرة، تكمن في عزوف غالبية المواطنين والناخبين عن استلام بطاقة الناخب، هذا من جهة. إضافة إلى كما تعرف يعني إحنا كمحافظة يعني محافظة كبيرة،
ونعاني من قلة يعني مثلا الوسائل النقل وكذا أو وسائل النقل الإلكتروني. لذلك حتى لدينا معوقات في موظفي الاقتراع في المناطق الغربية حاليا، يعني لدينا نقص وعجز في عدد المتقدمين لموظفي الاقتراع. نحاول في الفترة المقبلة بإذن الله، يعني قبل السقف الزمني الذي وضعت المفوضية، أن نكمل العجز الحاصل لدينا. ولربما الأيام القليلة القادمة ستحمل معها العديد من الأحداث في ملف الصراعات السياسية والتسابق المحموم لتقاسم مناطق النفوذ العشائري والمناطقي من قبل مرشحي الأحزاب، والضغط باتجاه السيطرة على مراكز التصويت مثل ما حدث في الانتخابات السابقة. اختلاف الأساليب وطرق الاحتيال على أصوات الناخبين تسمى عند السياسيين الفاشلين بالفن، بهدف البقاء على كراسي السلطة والتمتع بالمكاسب والمغانم بعيدا عن مصلحة المواطن والبلد. من الأنبار سعد الحاج، بلاد الفضائية. حجم الأموال المتدفقة في الدعاية الانتخابية لبعض القوى السنية من قبل الدول الخليجية بات يثير مخاوف الكثير من الأوساط السياسية التي حذرت من مخطط إقليمي لتحقيق مآرب سياسية مشبوهة. تتعدد أوجه الدعم للانتخابات المقبلة في العراق والأحزاب المشاركة فيها، خاصة بما يتعلق بالأموال ومصادرها التي تتلقاها بعض الأحزاب السنية من دول خليجية مجاورة تسعى لبسط نفوذها وتنفيذ أجنداتها، مستغلة أداة الانتخابات والدعم الذي بدأت تقدمه لأحزاب المناطق الغربية والشمالية من البلاد. فحجم الأموال التي تنفق في الدعاية الانتخابية الحالية لبعض الكتل السنية بدأت تثير تساؤلات واستفهامات عدة، خاصة تلك التي تقدر بملايين الدولارات. رئيس مجلس اتحاد العشائر العربية كشف أن السعودية والإمارات قد اجتمعتا مع بعض العشائر من أجل إعادة ترتيب البيت السني وفقا لخطط ترعاها هذه الدول في سبيل دعم المشروع السني على حد وصفه لإنقاذ أهل السنة في بعض المناطق. فيما حذر النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود من اختراق سعودي للعراق عبر بوابة ذلك الدعم، مشيرا إلى أن بعض دول الخليج تسعى للتحول إلى الاستثمار والاقتصاد لتنفيذ سياستها التوسعية بعد فشلها بتحقيق ذلك عبر الإرهاب بحسب قوله. واعتبر عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي المبالغ التي تصرف على بعض الحملات الانتخابية كبيرة جدا، كما رجح بأن تكون بعض هذه الأموال من جهات إقليمية تحاول التأثير على القرار العراقي لتنفيذ أجندات خارجية. ويؤكد مراقبون أن قانون الانتخابات ينص على أن يكون لكل حزب حساب مصرفي معروف لدى مفوضية الانتخابات التي تكون مشرفة على هذه الحسابات، وأن يتم الإنفاق على الدعاية الانتخابية من هذا الحساب حصرا. وربما لم تتخلى بعض الدول الإقليمية لغاية الآن عن سياستها العدائية ضد العراق، فما تزال بعضها تشجع الإرهاب والاقتتال بالفتاوى المتشددة تارة والأموال ودعمها المبطن تارة أخرى. عبد الله نوري، بلاد الفضائية. نعم مشاهدينا الكرام، معنا الآن المحلل السياسي خالد القرغلي. أهلا بك أستاذ خالد. يعني المعطيات في المناطق المحررة تشير إلى خروقات كبيرة للتنافس الانتخابي، إلى ماذا تعزو هذه الظاهرة السلبية وسبب انتشارها بشكل كبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولقناتكم الكريمة. زميلي أستاذ علي الفاضل، نعم هذا السؤال هو في غاية الأهمية. الخروقات التي حدثت وحدثت قبل أيام كبرى في جميع مدن محافظة الأنبار هي لأصحاب النفوذ السياسي والكأس المعلى في الكتل الكبيرة في مدن محافظة الأنبار. وما حدث يوم أمس التفجير الذي حدث في حزب الحل في منطقة فيس هي إشارة جديدة للتفاعل الصراع الحزب السياسي السلاح المسلح تجاه القتال بين الأحزاب. وهذا ما حدث فعلا عام 2005 و 2019 و 2013 14، وهذا ما يقلقنا جميعا سواء كنا ناخبين او مواطنين عاديين في مدن محافظة الأنبار. هنالك جهات كبرى تستثمر الوجود الحكومي داخل مدن محافظة الأنبار، وهنالك نجد المواطن يجد
شاشات عملاقة وإعلامية وإعلانية لمسؤول مرشح من الانتخابات وهو يشغل منصب كبير في مدن محافظة الأنبار، وهذا معار ليس على الناحية إنما على فورد الانتخاب في الأنبار. وكيف تسمح بحدوث هذا الشرخ الكبير وحدوث هذا التجاوز الكبير مما يشاهد المواطن اليوم في شاشات كبرى التي سابقة لم تشهدها مدن محافظة الأنبار للترويج عن مرشح للانتخابات وهو جالس على كرسي الإدارة العامة في مدن محافظة الأنبار. وهذا ونحن بصفتنا كمراقبين سياسيين وإعلاميين وأكاديميين وصحفيين نرى لزاما علينا أن ننبه بفوضية الانتخابات العليا المستقلة في بغداد بأن هنالك خروقات كبرى تحدث اليوم في مدن الحدود الرمادي لو سمحت استاذ خالد لتجهيز تلك الشاشات العملاقة. طيب. وهنالك انتشار واسع وكبير أستاذ خالد اليوم لو سمحت. نعم. أستاذ خالد إذا كنت تسمعني اليوم بواسطة الانتخابات وصلت إلى $100 في الأنبار، هل هذا المال يأتي استغلالا لقلة الوعي الانتخابي لدى المواطن أم أنه يعبر عن إفلاس سياسي وغياب البرامج الانتخابية؟ نعم، هنالك عدد من السياسيين المخضرمين الذين هيمنوا على مقدرات محافظة الأنبار من عام 2003 إلى هم ليس البطاقة الانتخابية انتقلت $2، هناك وصلت الحال إلى ورقة $2 تباع قرب المناطق اللي يحصلها المواطن. المواطن اليوم في الأنبار 80% المواطنين عادوا من مناطق النزوح لم يملك شيء في بيته، لذلك ما يضطر إلى بيع صوته، لذلك إكراما لست رمقى مراجعة الأطباء. وهناك الغلاء الفاحش اللي بيحدث اليوم في الأنبار من أسعار اللحوم والخضروات بشكل لم تشهده مدن محافظة الأنبار. فضلا عن ذلك هنالك مكاتب كبرى لسياسيين مرشحين مفتوحة ليلا، ترى المواطن يتجول يوميا في الليل في كل مناسبة وفي كل بيت من أجل، مع الأسف الشديد أتكلم عن هؤلاء لكي نعم. المحلل السياسي أنا أشكرك شكر جزيل أستاذ خالد القرغولي كنت معي من الأنبار، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. طالب القيادي في المجلس العربي في محافظة كركوك ترف الطائي بتفعيل دور العشائر في المحافظة لمساندة القوات الأمنية في حفظ الأمن. الطائي خلال استضافته بنشرة أخبار بلادي قال إن جغرافيا المنطقة تساعد بأن تكون ملاذات آمنة لفلول داعش الإرهابي. بالنسبة للقوات المتواجدة حاليا هي قوات كفيلة، القوات الاتحادية قوات كفيلة بتنظيف المنطقة وبستر الأمن لجميع مناطق كركوك. أما هذه الأحداث التي تتواجد هنا وهناك وهذه الضربات الضئيلة التي تنفذها المجموعات الإرهابية فلا تحمي ضعف القوات الأمنية في المنطقة، ولكن نطلب من القوات الأمنية تحفيز دور العشائر في المنطقة وتنشيط العنصر الاستخباري في المنطقة بالاعتماد على أبناء المنطقة. ونحن ليست بحاجة لقوات أخرى تأتينا من شمال العراق. أكد النائب عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يواجه ضغوطا لإعادة البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها. جعفر قال إن هناك نوعين من الضغوط يواجهها العبادي، الأول أمريكية ودولية، فيما يتمثل الجانب الثاني بالخروقات والحوادث الأمنية على الأرض وخاصة التي حصلت على طريق كركوك بغداد، متهما أتباع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بالوقوف وراء تلك الخروقات. على الرغم من استمرار الانتهاكات التركية على الحدود العراقية بذريعة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني، ما زال الموقف الحكومي العراقي ثابت برفض أي مساس بسيادة البلاد. بعمق 6 كيلومترات أخرى في الأراضي العراقية بعد توغل 15 كيلومترا في وقت سابق، الجيش التركي يواصل تجاوزاته في المثلث الحدودي شمال أربيل في إطار ما أسماه بالحملة العسكرية
ضد المسلحين الأكراد في سوريا والعراق. مسؤولون أكراد أكدوا أن الجيش التركي يقوم بتجهيز مواقع عسكرية له في جبال ناحية سيدكان الحدودية، فيما تواصل طائراته ومدفعيته قصف عدد من مناطق الناحية بشكل مكثف قبل التقدم نحوها، ما أدى إلى تدمير بنية تحتية من الناحية وجسورا مهمة فيها. أما الجيش التركي فقد أعلن مقتل 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني خلال عملية جوية استهدفت مواقع الحزب في منطقة خواكورك التابعة لناحية سيدكان. في المقابل أعلن حزب العمال مقتل 10 جنود أتراك بعملية نوعية له في ذات المنطقة، واثنين آخرين في منطقة لولان الواقعة أيضا ضمن ناحية سيدكان. وعلى صعيد المواقف الرسمية فلم تصدر حتى وقت إعداد هذا التقرير أيا منها سوى ما سبق ذلك من تصريح مبهم لأردوغان الذي نص على أن تركيا ستنفذ ما هو ضروري إذا ما فشلت في حملتها ضد المسلحين، في إشارة إلى تدخل عسكري مباشر أوسع بحسب مراقبين. كما أن الجانب العراقي أعلن موقفه من اعتبار أي توغل للقوات التركية هو مساس بسيادة البلاد، فضلا عن نشر قوات مشتركة في منطقة سنجار بعد انسحاب حزب العمال الكردستاني منها، ما يمهد لتذويب الأزمة بحسب مراقبين أيضا. يذكر أن الجيش التركي مستمر بقصف جبال شابان وديلان وتشيسور وإليكان في المنطقة الواقعة جنوب فيشخابور التابعة لمحافظة دهوك، وصولا للمثلث العراقي الإيراني التركي شمال أربيل قرب منطقة قنديل معقدة التضاريس والتي تتحصن فيها مجموعات من حزب العمال منذ عقود. هذه المنطقة الجبلية تعد الأغنى في مواردها الطبيعية عالميا، الأمر الذي يشكك بالنوايا التركية من استمرار تدخلاتها في هذه المنطقة. حسين أحمد، قناة بلاد الفضائية. جدد مجلس محافظة النجف رفضه تسليم المطار إلى المدير الجديد المكلف من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي. مصدر مطلع أشار إلى أن المهندس علي جواد المكلف من قبل العبادي بإدارة مطار النجف الدولي وصل المحافظة لاستلام مهام عمله، إلا أن المجلس وللمرة الثالثة رفض تسليمه. وكان مجلس الوزراء قرر حل مجلس إدارة مطار النجف الدولي وتولي سلطة الطيران المدني عملية الإدارة والتشغيل. أعلنت وزارة الداخلية البدء بتطبيق الخطط الأمنية الخاصة بزيارة الإمام الكاظم عليه السلام. المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن قال إنه تم وضع خطط نفسية لمكافحة الشائعات. اليوم إن شاء الله باشرنا من خلال قيادة عمليات بغداد بتطبيق الخطة من الساعة 600 من هذا اليوم. طبعا فيها عملية فتح نقاط أركاب لغرض نقل الزائرين من مدينة الكاظمية المقدسة إلى باقي مناطق بغداد لتخفيف الزخم الحاصل على المدينة، كذلك تأمين مناطق إطلاق النيران غير المباشرة وتأمين الحماية للزائرين أثناء التنقل إلى المركز المقدس والعودة منه. مديرية المرور العامة من جانبها أعلنت قطوعات الطرق في بغداد لتأمين زيارة الإمام الكاظم عليه السلام. مدير إعلام المرور العميد عمار وليد أوضح أن جسر الدورة مفتوح من بغداد الجديدة ذهابا وإيابا، لكن النزول إلى تقاطع المعسكر والصعود من طريق محمد القاسم السريع باتجاه الدورة مغلقان من الجهتين. كما أضاف أن الطرق من الزعفرانية باتجاه ساحة كهرمانة مخصصة بأحد مساريه للزائرين، فيما يفتح طريق ساحة التحريات باتجاه تقاطع المسبح بالتناوب بين الزائرين والمركبات. معنا الآن مشاهدينا عبر الهاتف العميد قاسم عطية فارس مدير إعلام عملية بغداد. أهلا بك سيادة العميد، بداية ما طبيعة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها القوات الأمنية لحماية الزائرين؟ كيف تسير الخطة في يومها الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى الأخوة السادة المشاهدين، وبداية نعزي أنفسنا ونعزي الأخوة المشاهدين
العالم الإسلامي لذكرى استشهاد الإمام الموسى الصادم عليه السلام. حقيقة قيادة عمليات بغداد أعدت خطة بهذا الشأن لحماية الزائرين وأيضا حماية المواسط والعجلات وجميع المتواجدين بعد زيارة الإمام الصادم عليه السلام. وهذه الخطة امتازت بالمرونة حقيقة وتختلف عن السنوات السابقة في نعم حماية الزائرين. نعم الخطة حقيقة تضمنت أيضا تأمين عودة الزائرين. احنا هذه الخطة اختلفت عن الخطط السابقة بأيضا إشراك القطاع الخاص في نقل الزائرين لتخفيف عن معاناتهم وأيضا سرعة نقلهم وعودتهم إلى الديار. طيب سيادة العميد، يعني قطوعات كثيرة أعلن عنها يعني لتأمين الزيارة، هل من آليات لتحقيق انسيابية بسير الزائرين تخفيف معاناة المواطنين؟ أستاذ علي، يعني أود أن أولا أعيد الذاكرة إلى الأخوة المشاهدين، يعني تفضل في زيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام. عليه السلام كانت محافظة بغداد وهي العاصمة واللي أكبر عدد من السكان فيها لم حقيقة لم يعطى للناس إنه استراحة أو مثلا تعطلت عن دوام، بقت مستمرة في العمل والطرق سالكة ورغم من كثافة الزائرين، والحمد لله عدت بسلام وبسبب الخطط الأمنية الموضوعة اللي كانت أيضا فيها مرونة عالية. نعم. الخطة التي وضعت لحماية زوار الإمام الكاظم عليه السلام هي خطة إن شاء الله ستكون محكمة وفيها جهد استخباري أيضا. الموضوع أنه خطوات حقيقة نحن لا نقطع شارع إلا إذا اضطررنا لذلك، يعني من الطبيعي أنه لا يمكن أن يكون العجلات إذا كان هناك زخم من البشر أو الزائرين نحو الإمام عليه السلام أنه يكون وسطهم عجلات كثير، هذا غير طبيعي في أي دولة ما ممكن يكون هذا. لذلك نحن عندما تكون كثافة بشرية سيتم قطع سايد واحد، سايد يكون للعجلات والآخر للزائرين. واضح. فلذلك يعني هذا حسب طبيعة الموقف اللي إن شاء الله. أحسنتم. يعني العميد قاسم عطية مدير إعلام عمليات بغداد، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. راهل بديري مقاتل من محافظة كربلاء المقدسة قدم نفسه دفاعا عن الوطن ضد داعش الإرهابي بعد إصابته بشلل رباعي. البديري أكد لبلادي أن وزارة الدفاع أوصت بعلاجه إلا أن وزارة الصحة رفضت ذلك. راهل بديري مقاتل من كربلاء مصاب إثر جهاده ضد العصابات الإرهابية، إصابته جعلته مقعدا وبشلل رباعي، ومع فقر الحال ووضعه المأساوي بات الأمر يتطلب تدخلا سريعا من قبل الجهات الحكومية. يقول المقاتل المصاب راهل بديري إن وزارة الدفاع وحسب التقارير الطبية أوصت بعلاج خارج العراق، إلا أن وزارة الصحة رفضت ذلك، ما جعلني طريح الفراش لفترة ناهزت العامين. وكانت إصابتي بالتحديد بالصقلاوية ما أدى إلى شلل رباعي وصعوبة بالنطق. وزارة الدفاع أطباء مارتها وافقت على الخارج للخارج وطلبوا من الوحدة مالتي السفر للخارج
وتم تحضير الجوازات، ولكن وزارة الصحة أبت من ذلك. صار لي سنتين إلا شهرين. الشلل الرباعي إثر إصابته في الرأس جعلت المقاتل راهل بديري يلاقي صعوبة في النطق للتعبير عن معاناته في رحلة علاجه الباهظة التكاليف، مضافا إليها عبء عائلته الساكنة بالإيجار والمتكونة من 10 أفراد، إضافة إلى شقيقته ووالدته. الوضع حاليا قاعد بالإيجار ومأساوي جدا، وعاد عائلتي 10 نفرات، وأضافة إلى والدتي سيد السيد رئيس وزراء القائد العام للقوات المسلحة، فينظر لحالتي ويرجعني يعيدني مثل ما شنت وطلعت للخارج حتى أرجع خيمة على عيالي. لا مسؤول جاني ولا طبيب جاني، أجا شيء لحباب وين يشربون وينهم به، ما عندنا شارة ومثل ناخذه ونطلع به والطيبة. والبيت هذا بيجار 400 شهر، ما عد عد عائلة كبيرة تعوين تعمها، ما أشوف أجي أبكي لنا وامشي، ما عند غيره أريد يزفني ويا ربعي طمني، هذا هو ما عندها ولد ما حد يشيل جنازتها. هي قصة مأساة من مئات القصص لأبطال في القوات المسلحة قدموا العزيز مما يملكون في الجهاد المقدس ضد العصابات الإرهابية. وهنا المقاتل راهل بجيري يترقب بتفاؤل أن تمتد إليه يد الرعاية والاهتمام ليعود معافى بين أسرته وأهله. من كربلاء المقدسة، عبد الأمير الكناني، بلادي. نعم مشاهدينا الكرام، أما الآن هذه انتقالة إلى الأخبار الرياضية مع الكابتن محمد. أهلا بك. مساء الخير علي، وطبعا مساء